طبعا اولا استاذ حسين فهمي يا ريت اسمعوا استاذه كبيره ومفاجاه ان هو طلع دلوقتي في البدايه مش معلوم كده خالص فمفاجاه بالنسبه لنا وهو بيلعب بس دي حلوه قوي منورين وسعداء بوجود اخواننا من ليبيا معانا. العلاقات المصريه الليبيه علاقات قديمه، احنا مش اخوه فقط ولكن احنا اكتر من اخوه، احنا علاقه دم بتربطنا، علاقات وأواصر كثيرة جدا. وعلاقاتنا في الحقيقة مع إخواننا الليبيين علاقة مستمرة وتستمر إلى الأبد. وجودكم في مصر شيء يشرفنا ويسعدنا أن تقام هذه الاحتفالية على الأرض المصرية. وجود إخوة لينا في جميع المناطق الليبية. إن شاء الله كل تقدم لليبيا. أنا علاقتي بليبيا علاقة قديمة. عبد باشا الباسل كان صديق والدي، والعائلة الليبية كان لها نشاط قديم في البرلمان المصري. عبد باشا الباسل كان من المخلصين على الوطن الليبي والوطن المصري في نفس الوقت. وعلاقاتي استمرت لما كان صديقي العزيز وزميلي في الدراسة رحمه الله مصطفى العهاد كان بيعمل فيلم عمر المختار، وانا شاركته في ان انا اجيب له كل التطبيقات المصريه القادره على انها تقدم الكثير لهذا العمل الجميل الرائع. محدش يتقدم قبلها تبقى لسه. التقي بمصطفى المشاهد الاولى من العمل لهذه الشخصيه العظيمه، شخصيه عمر المختار الرجل المناضل العظيم الذي قدم الكثير الى ليبيا. له مكانة خاصة في قلوبنا كمصريين. أنا سعيد بوجودي بكم. اسمحوا لي الوقت إن أنا أقدم الرجل الذي خلف كل هذه الاحتفالية، صديقي العزيز إسماعيل الشتيمي. شكرا يا مروان، شكرا.